شدوا حزامكم حق الموسم الجاي. دكتور يوسف ياخذ الموسم الجاي. ما عطيت عدنان عطيته تشانس ذاك الاسبوع على كهرب قعده في البوكس وطلع لي متاخر. لا علينا سوينا يقدر يتطور يصير احسن. عبد الله مو تي اس يا عنتر اخيرا اخيرا. يوسف طاهر نادر الجسمي عدنان جعفر يعني يجتهد. اليوم المدرب جيمس عطاك فرصة ما تتعوض. لازم يجدد يعني من مستورد يعني كان يعني في المستوى اللي شفنا فيه أول موسم اللي جا فيه. اعتمد على وش جايبين من خير. ما يصير تحطون كل اللوم على الحصان. تحرجيني شي شو أقول لك؟ لا لا ما يصير. هد عنكم الحكي الزايد واشتغل. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. صح وخطأ أكيد ما بيبين إيه ولا بس إذا في سطاب العود يمكن وأكيد المدرب مو بيتقبل أني أنا أواجهه. صعب وسهل إن شاء الله إحنا نقدر نجاري مو بشار. أنا ما أتفق وما أحب ذي الحكي. قوي وضعيف أنت شخص بلا أراء ظالم وعادل بس يعني هاي فكرة زينة مو زينة مسموح وممنوع ما بقول قدامش هد عنكم الحكي الزايد. وبين كل هالصفات خط ضعيف قد يفهم صح وقد تتهم فيه بعدم الانصاف. وبين الخيل وأهل الخيل بيقولون لنا هالموسم احنا موجودين. صعب صعب صعب. وفي كل الظروف لازم هاليوم يكون غير. قلت انه لا يعني ما ابي اترك اسطبل العفو لا ايه واروح صارت بعض الظروف. سمعت المثل اللي يقول كلام الليل يمحوه النهار. يحتاج اقول ان البدايات عند كل شخص تكون غير. اللي حاضر يعرف انه مستعد وجاهز واللي عارف انه لا واللي وده لكن الظروف ما تساعد. وغيره من المتغيرات الثابت الوحيد فيها هو سداسي السباقات من خيل ومدرب وفارس وإدارة وجمهور متابع لكل التحركات. وأنا وأسئلة واجهت فيها وايد صعوبات. شو اقول له يعني الله يوفقه عنده خيل. هذه مو بنصيحه. تحرجيني يا حلوه صعبه يعني يمكن كلامي يطيحني في مشاكل. لا الله يوفقهم دي مو بنصيحه هاي دعاء. وانا اول شيء ابي اقوله بدايه السباقات الحين خلصنا موسم اول موسم ثاني والحين احنا في موسم ثالث. يعني اتوقع ان احنا في ذي الموسم لازم تساعدوني ان احنا يعني ناخذ خطوه شويه قدام. انت ما اخذ خطوه للامام بعد اسبوعين نزلنا شيء يعني ننتقد بعض ننتقد بعض وليش لون بنتطور. أبيك تختار لي مجرب من المجربين توجه له نصيحة حق هالموسم. خلنا نصح روحي أول عشان أنصح الباقي. إيش بتنصح روحك هالموسم يعني عشان نتوفق إن شاء الله هالموسم. هاي مو بنصيحة كل من قلت لك قول لي الله يوفقهم الله يوفقهم دي مو بنصيحة هاي دعاء. أكيد ننصح نادر الجسمي. أوكي وايد لو ودوا علي اليوم. وايد لو ودوا علي. جازمي تايك هاو جازمي. That's I know how Jasmine is very good person, very good with the horse and this and that. But he needs better horse to do better, no? Okay. Because he's not competitive because he doesn't have good enough horse. Okay. I'm sure he takes good care of them and everything else, but he needs better horse. لازم يجلب خيل طبعا جديد. وفي
في نفس الوقت يعني يطور من الستاف اللي عنده، الرايدرز الجوكيز، يعني الجوكي عامل رئيسي طبعا في الاسطبل. يوسف زين، في مدرب من المدربين اعطاك نصيحه؟ يوسف ابو عيني. اوكي، يعني نصيحه ليوسف ان شاء الله يعني يعرف يخطط الاسواق صح، وعنده جياد زينه خيل بروسلي جايب السنه اللي كم من راس من دبي. انا بختار لك عبد الله الكويتي. طيب اقول له دير بالك على خيلك، يعني بعد انا شو اقول له يعني. جعفر يعني شفنا لا في زين، اذا ما اعطيت نصيحه يحتفظ بخيله جعفر، يعني جعفر مرزوق يحتفظ بخيله زين، يعني مهم عنده راحه بالي الخيل، الخيل بالها على قولتهم قلبه وسيع، يعني واحد نفس اللي تقولي شوي عنده صبر، يعني ما يأيس جعفر من نوعنا ما يأيس، يعني عنده صبر وقلبه وسيع ورجال، مو بس انه كمدرب، رجال يحب الخيل ويشتغل صراحه. فنصيحتك حق جعفر تقول له الصبر زين؟ إذا في الصبر عود بيبين الصبر زين، الصبر كذي يعني الخيل كذي تضيع الواحد. جعفر اللي شفناهم سواء جعفر عنده خيل جديدة من دبي عنده أربعة، نخليه يعطي نصيحة حق من؟ لا حقك؟ ما لي خص في الناس. أنصح محمد سعيد إنه يركز على الخيل اللي عنده، أوكي، ويختار لهم الأشواط، وركز على الخيل الجديدة اللي بتجي من المزاد إن شاء الله. بنصحه بعدين بقول له شعر، ما أخذت النصيحة. لا أبيها حنا حنا وأنت بيها. عندك نصيحة حق النوايف ريسنج؟ إيه. مستورد. لازم يعني سمو الشيخ خالد يعني كل من يعرفه يعني فايز في كأس الملك، وكان عنده يعني نفس ما يقولون صولات جولات، كان عندي كان يفوز يعني، ولازم يرجع الحين يرد يجدد في المستورد، يعني انا اللي اشوفه يعني عنده بس الانتاج، حاط باله على الانتاج اكثر من مستورد، واحنا نتمنى كمشجعين وانا من مشجعين سمو الشيخ خالد نبي نشوف مستورد. ركزوا على الاشواط، شوف مستوى خيلك ودخل خيلك على حسب المستوى اللي انت تشوف الحصان فيه، يعني لا تي حصان عندك مثلا مستوى خيل ميدان او درجه رابعه وتي داخله في جروب، ايش بتحقق فيها الخيل؟ شوف حصانك وين مستواه وروح. احنا العام كم شوط غلبنا؟ 14 ل 15 شوط ما فيهم ولا واحد جروب. صح، لان عارف مستوى خيلي لو بندخل يعني في الجروب كم بني، فانت اختار اشواط حق خيلك تناسبها. يعني نصيحه حق كل المدربين وكل الجوكيه، هد عنكم الحكي زايد واشتغل. سباق توازن وإنتاج محلي للتصنيف من 0 لـ40، يعني تعرفون بدون مرشحين. الخيل مستريحة مدة صار لها، ويعني أول سباق بيكون يعني الخيل مي جاهزة 100%. بس لو قريتوا أسماء المشاركين ممكن تقولون غير أنه دي دارك نايت بيكون الأفضل، اللي هو بيساعده الوزن. ممكن سنيك إيجل أقرب من دي دارك نايت للفوز. كيسب دي دارك نايت بمحادثة السيار في سنيك إيجل في المركز السابع. انت وجهه نظرك سنيك ايجل ما راح يتاثر من العمر، يعني اليوم عمره 10 سنوات اضافه الى الوزن 62 كيلو. ما اتوقع راح يتاثر، لان الحصان في الموسم الماضي حمل هالوزان وقدر يغلبه. بروف اند ريسنج ايها المتابعون الكرام، انطلق اول اشواط الموسم، موسم 2019-2020 على كاس المغفور، لا باذن الله تعالى سمو الشيخ راشد بن عيسى ال خليفه، من مسافه 1800 متر، سباق هانديكاب ينطلق من 0 لـ40 بانطلاقه اصلان مع الفارس حسن الصفار على المركز الاول، المركز الثاني هنالك تتواجد بينك ريبون جيل مع الفارس الروزي جيسب ذا دارك نايت بمحادثه السيار في المركز الثالث، بينما رابعا تتواجد
المواجهة الدولية مع الفارس أندرو إليد. والمركز الخامس هنالك زلازل، بينما سادسا هنالك لزام وسنيك إيجل في المركز السابع، وتأخر أيضا لعنتر. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول مع حسن الصفار أصلان على صدارة هذا الشوط، الفائز في آخر مشاركاته في مسافة 2200 متر في الموسم الماضي. بينك ريبونجير في المركز الثاني مع روزي جيسب، بينما ثالثا يتواجد ذا دارك نايت مع فيكتوريوس، هنالك مع جيرالد موسي. والمركز الرابع دولية الفائزة في آخر مشاركتين. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول، لا تزال الصدارة والمركز الأول مع أصلان بالكاب الأسود مع شعار سمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة. المركز الثاني هنالك انطلاقة بينك ريبونجير مع الفارسة روزي جيسب الفائزة في آخر مشاركاتها في نفس هذه المسافة في الموسم الماضي. إذا هنا الصدارة تخطف الآن من قبل ذا دارك ناين مع شعار فيكتوريز مع جيرالد موسي. المركز الثاني هنالك أصلان، بينما بينك ريبونجير في المركز الثالث ورابعا دولية، زلازل في المركز الخامس، نيك إيجل سادسا، ولزام في المركز السابع. إذا ذا دارك نايت مع جيرالد موسي بشعار فيكتوريوس يقترب من انتزاع أول أشواط الموسم. إذا ذا دارك نايت هو بطل الشوط الافتتاحي لهذه الأمسية. المركز الثاني هنالك بينك ريبونجير، أصلان في المركز الثالث، ودولية في المركز الرابع. تونا في أول سباق وما نبغى ندخل في تحليل وتفاصيل وايد، أجوبتها معروفة دامنا في يوم الافتتاح. بس عنتر ما أقدر ما أسأل إيش صار معاه. احتمال إن حسين مكي ما جهز روحه حق الحدائي دخله في الحديدة، ما قدر يعني، إن رجلة صارت خارج السرج ما قدر، والحصان انطلق انحرف على اليسار راح للسياج الخارجي. اليوم معاند، اليوم ما يبي يسار الحصان. أما بينك ريبونجير في المركز الثاني وام اند اي ريسينج ضروري يكون لنا حديث معاهم عما قريب. يعني ما بسألك صراحة عن ستي بي جي لأن تعرفين النتيجة. لأن أعرف النتيجة ولأن ريادة المرشحة الأولى وصهيل الثانية. المرشحة الأول في الشوط من ناحية كخبرة الفرس هي الوحيدة اللي فيهم شوي تقدر إنك تقول إنه في المكان الصحيح موجودة. والله الشوط أكب ليش عبود صهيل وريادة كبك رسيلة. لا قل لي سؤال لازم ينسأل في الشوط، يعني إذا أنا يتب بأسأل أحد من المجربين سؤال شنو لازم أسأله عن دي الشوط. بضع عبود، هل اللي بيفوز بيسوي رقم قياسي؟ لا، لأن ليش أفضل ثلاثة روس في الشهر؟ لأن العام سوي صهيل رقم عمره 3 سنوات، أتوقع صهيل الشوط. بانطلاقة المرشحة الأولى ريادة من تعشق هذه المسافة على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول. بين ريادة وصهيل يعني الشوط يعني بين التنافس بينهم بعض يعني. وستي في جي احنا شايفينه من المواسم اللي طافت ستايله يبي يمشي يحب يروح قدام، فيا منافسة بيكونوا. زين انت ايش رايك تهاجم بيفوز يعني هالموسم سمير ولا ما بيفوز؟ لا يفوز. تعرفين من عنده في هالشوط عنده ستي في جي، بس ستي في جي يعني شاي. كل مره نعم ترى يفوز ولا قد فوز. يلا انت دعيل ان شاء الله هالشوط يمكن بفضل دعواتك يفوز. الكل اللي حضر عندنا في النادي ما في يعني واحد من الجمهور ما بيقول لك رياضه هي يعني بطله الشوط، بس أنا أقول لك شغلة أختلف صهيل أو سايدر. وعموماً صهيل في آخر سباق لها في 1000 متر اقطعته في زمن أقل بشوي كلش من ريادة في آخر سباق لها في نفس المسافة.
ستيتس اوبن ذا روف اند ريسنج. انطلق الشوط الثاني على كاس المغفور له باذن الله تعالى سمو الشيخ راشد بن عيسى ال خليفه من مسافه ال 1000 متر مستقيم سبرنتر بانطلاقه المرشحه الاولى الرياده من تعشق هذه المسافه على صداره هذا الشوط وعلى المركز الاول بقياده الفارس اندرو ايلي. المركز الثاني تتواجد صهيل مع الفارس عدنان جعفر المرشحه الثانيه في هذا الشوط. ستيفي جي في المركز الثالث بينما كابت كروسيدر الفائز في هذا السباق في العام الماضي في المركز الرابع. والمركز الخامس هنالك ايضا تتواجد رويال بلو ونيفي بلو في المركز السادس بينما سابعا هنالك تاخر لشاجر في هذا السباق. اذا لا زالت رياده هي التي تتصدر السباق بينما محاولات ايضا من قبل صهيل سلالتي سويس سبريد على المركز الاول الان. هنا تخطف الصداره من قبل المرشحه الثانيه صهيل بقياده الفارس عدنان جعفر. المركز الثاني هنالك الرياده والمركز الثالث كابت كروسيدر لكن المرشحه الثانيه صهيل هي من تنتزع الشوط الثاني من سباقنا لهذه الامسيه. كاب كروسيدر في المركز الثاني المركز الثالث شاجر ما في كلمه وافي حقها. شفنا شوط قمه من روعه قمه العطاء قدمتها الفرس يعني طلعت ويا رياض اثنينهم يمشون نفس البيس. ايش هالثقه اللي كانت قبل الشوط؟ حبيبي الفرس هذه صهيل فرسنا واحنا نشتغل عند سمو الشيخ عبد الله بن عيسى وهذه دائما احنا نمرنهم نعرفهم حتى لو ما نمرنهم نعرف نقيس الخيل احنا فرسان وقدام نعرف. انا صهيل لان كانت اللعام صغيره هالسنه الفرس كبيره متطوره ورياده ما كانت تتقابل مع صهيل. هذا هو الجواب ان رياده ما كانت تقابل صهيل. مفاجأة ان عدنان يعني جيمس نيور عطى عدنان صهيل. بس كان أداء موفق لعدنان لو ما طاحت العصا من يده عند آخر 300 متر لما حاول يستخدمها. وبعد البعض ممكن يشوف المفاجأة أنها هي خسارة ريادة. ريادة لأن مشت قدام كانت قبل ما حد يمشي ياسر. She was lame. She was lame after the race. ريادة. ريادة ما قالوا خلاص بيوجهونها الظهر. I hope we'll be the finish because I like her to have the babies now. Yeah, because exactly. The mother is died last season and she's the only one left. But Sheikh Abdullah still wants her to participate. No, maybe I need to tell him no participate. هو أكيد بتوحشنا ريادة بس قد تكون صهيل هي ريادة هالموسم في السباقات. أنا أحب صراحة الشوط العربي وتستونس كذي لعب لجة وغير عن الأشواط الثانية. يمكن لأن أنت مسوية الحماس للناس. الجلابي 1683 مرشح أول مع عبد الله فيصل والثاني الجلابي 1656 مع إبراهيم نادر. يوسف طاهر المفروض كريان سكراتش أعتقد. ومو غريبة علينا نشوف إبراهيم في العربيات بس شطار هالموسم صار شنو يعني أنا تركتك الموسم اللي طاف كنت مع أصطبل العفو إيه طلعت من عندهم صارت بعد الظروف وين الكلام؟ أي كلام هديتهم بس ما رحت حق اللي قلت لي عنه بلا ما رحت من اللي أنا قلت لك عنه؟ فيكتوريس حصل فرصة أحسن والله يوفقه يعني صدق حصل فرصة أحسن يمرن ويا العربيات وحصل رايات يمرن ويا يوسف بعيني احنا ما قلنا فيكتوريس احنا قلنا يوسف طاهر لا يستاهل يوسف الخبر العام سألتك هالسؤال بالضبط يعني حلو خيروك لو يوسف طاهر عطاك أوفر تروح ولا لا؟ لا والله؟ ما أروح لأن اللي طلع لي الليسان اللي هو مدرب محمد سعيد ومن البداية أنا كنت ويا إبراهيم العفو بديت يا إبراهيم وما قصروا وياي طبعا المدرب محمد سعيد هو اللي يشتغل علي. سمعت المثل اللي يقول كلام الليل يمحوه النهار؟ الحين انت بلا عقد؟ لا بلا عقد. شدي فريلانسر؟ مع اسطبل خالد هلال. فيعني موقع معهم؟ ايه. فاي واحد يحصل فرصه احسن بالعكس الله يوفقه يعني. احنا ما نحاول ان نمنع احد منا ياخذ فرصته بالعكس. احنا اللي نحاول يبغي يتعلم شي نعلمه يبغي يتطور مطوره بس بعدين هو يختار طريقه يعني اذا يحس ان الفرصه احسن الله يوفقه بعد لو يصير
بتعدى الامور ان شاء الله اقدر ارجع. عندك صبر العفو؟ ان شاء الله عقب سنه سنتين ثلاث الله اعلم. الحين خليتني اصير خبريه اكثر. قلت ليش بعد الظروف؟ استقبل ما في عليه ما حد يقدر يتكلم عليه شيء، ولا الاوادم اللي فيه ولا المدرب ولا المالك. هذه لغز ها؟ المهم اللي يعرف القصه يقول لي اياها الاسبوع الجاي. دروف اند ريسينج انطلق شوط الثالث للجياد العربية الأصيلة والمسجلة في منظمة الوهو بانطلاقات خمس من الجياد بعد انسحاب كريان 1706. إذا انطلاقات خمس من الجياد العربية الأصيلة بانطلاقة الجلابي 1656 بالشعار الأخضر مع المتمرن إبراهيم نادر، بينما تخطف الصدارة من قبل مصنان 1689 مع جيرالد موسي، بينما ثالثا هنالك الصقلاوي 1757 مع روزي جيسب. المرشح الأول لهنالك الجلابي 1683 في المركز الرابع وتأخر للملولش 1748. إذن هنا لا تتالى الصدارة والمركز الأول مع مصنان 1689 بشعار البنفسجي بقيادة الفار جيرالد موسي. المركز الثاني هنالك أيضا بنفس الشعار هنالك الصقلاوي 1757 مع روزي جيسب، بينما المرشح الأول هنالك أيضا الجلابي 1683. هنا تخطف الصدارة من قبل المرشح الأول الجلابي 1683 مع الفارس عبد الله فيصل وبتدريب يوسف البعينين. اذا المرشح الاول من يخطف شوط الجياد العربيه الاصيله والمسجله في منظمه الوهو بكل سهوله واريحيه. المركز الثاني الصقلاوي 1700. يعني ذي مو افضل شوط عربيات نشوفها، بس عبد الله عارف حق الحصان وحاول يحافظ على الحصان، حتى شفنا ان الخيل متقدمه عليه يعني ليه تقريبا التو فورلينج الاخير، لكن الحمد لله جاء يعني استفاد متى ما طلب من الحصان التسارع. انت كنت بكريون بالضبط، وصار انك ركبت الجلابي والجلابي فاز. صحيح، هو كان بينهم الشوط، يعني لو كان كريون اليوم موجود بحكم انه اقل من الجلابي بكيلوين هاي بعد بينحسب في صالحه، وكريون ثابت نفسه ما شاء الله عليه يعني الموسم الماضي، فكان بيكون بينهم. وإذا أخذنا في الاعتبار اللي صار في آخر 600 متر ممكن نسميه ذكاء فارس في آخر الأمتار. الموسم ما بنتذكرهم إلا إذا هم ذكرونا، إلا إذا هم ذكرونا فيهم. بوجود لندن لوك وتوليف فيفر صعب. إنزين ما نقدر نقول أوراق أو سمر، شوط ألف متر والنتيجة بسرعة بتبان. هو اليوم حلو لأن نشوف فيه أهل الخيل، بس مو حلو وايد لأن أعرف أي سؤال عن الخيل بيكون جوابه. بداية الموسم شوف أكثر المدربين يعني تخاف على خيلها في البداية، خلنا نكون واقعيين يعني ما قليل من المدربين اللي يجيب لك الحصان فت 100%. الحصان بيتعب وما بيش، لكن غير إذا أنت نوعتيه له، عطيتيه برشة، عطيتيه مثلا يوم قلب يوم شغل خفيف يوم دي، هذه شوي من الميزة اللي هم يختلفون عنه. هذا الفرق بس، يعني لو تلاحظين يمكن أول أسابيع يا جيمس يا إلن. هو فعلا يعني حتى الآن يا جيمس يا إلن، بس خلنا نتابع السباق. دروف اند ريسينج انطلق شوط الرابع من مسافة الألف متر سبرينتر هانديكاب ينطلق من 0 إلى 90 بانطلاق السبع من الجياد المستوردة ثير بريد بانطلاق الصحفي، ومن يتصدر السباق مع الفارس عبد الله فيصل، يلحق به ثانيا أورق مع الفارس بادي ماثرز، بينما ثالثا تتواجد سمر بلوزوم. لندن لوك في المركز الرابع بينما مصيب ياتينا خامسا، تولف فيفر في المركز السادس بينما سابعا يتواجد بانغ. لا تزال الصدارة والمركز الأول مع صحفي مع الف...
الفارس عبد الله فيصل، بينما المركز الثاني هنالك انطلاقة اورك من وسط الجيال مع الفارس بادي ماثر، ثالثا هنالك لندن لوك مع الفارس احمد مكي، بينما ايضا هنالك تولف فيفر في المركز الثالث، هنا انطلاقة لندن لوك مع الفارس احمد مكي، بينما انطلاقة تولف فيفر مع الفارس اندرو ايديل، اذا لا تزال الصدارة مع لندن لوك احمد مكي على صدارة هذا الشوط، محاولات ايضا من قبل تولف ذا فيفر، فعلا ايها المتابعون الكرام تولف ذا فيفر من تخطب صدارة هذا الشوط، اذا تولف فيفر من تنتزع هذا الشوط للعام الثاني على التوالي. Hello. شلونك شيخ؟ الحمد لله الله يسلمك، خوش فوز، يوم موفق. وكنت مرشح اوراق بس اوراق خذلني. خاف من اوراق يسوي شيء في هاي الوقت. وقدم مستوى ترى طيب، وكان انظلم بعد في الوزن العام، لكن قدم مستوى من حق انه يرشح ومن حق انه، لكن جاهزيه. We see a big improvement over the course. بس كون لندن لوك هو الحصان الضيف، ومثل ما شفنا كان الفوز منه قريب. احسك يعني يمكن استعجلت، رحت بسرعه. لا كل انتظرت. انتظرت واجد. انتظرت واجد. اي الى اخر فورنك تقريبا انتظرت. أوكي. الى اخر 200 متر انا منتظر. أول الحصان أول ريساته ما يكون جاهز. وزن وجاهزية أعتقد. الوزن ما يضر في المسافات القريبة. بس يعني أقول أنا خبرة جوكي في الأخير صار عند آخر لمتة. ما في شيء اسمه ما يأثر. الوزن هو داش كيس الحصان. شايل 64.5. وانا نزلت 3 كيلو. عموما قبل ان انهي الشوط في حصان تونا نتعرف عليه واظن انه بيكون له الموسم صوت. صحفي. صحفي ما شاء الله عليه، حصان زين ان شاء الله بيكون من الخيل الزين. تعب اخر شيء؟ تعب اخر شيء. لو ما تعب في يمكن اخر 200 متر كان ممكن كان الاداء شوي بعد احسن؟ اكيد بعد احسن. مشكلته الحصان وايد حار، وايد يحط على روحه. و يعني وايد خذ من 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 جهده من ساحه العرض للستارتنج. يوسف تعرف انا شنو قراري هالموسم؟ قراري هالموسم ان الناس المدربين الملاك الفرسان اللي نسيناهم ذاك الموسم ما بنرجع نتذكرهم، ولا انا برجع اذكرهم الا لما هم يذكرون ان ترى احنا موجودين. نعم بالضبط اكيد. مثل من عندنا النوايف نسيناهم ذاك الموسم، عبد الله كويتي شوائها نسيناه، علي جان، عبد الجليل الملاح، الجسمي، واخر هو تشوف هو زين؟ كل السيناريو اللي بتقولينه اكيد اذا كان عنده خيل بيبين، واذا ما عنده خيل اكيد ما بيبين. يعني هاي شيء تعتقد من اللي بيقول لنا هالموسم انا موجود؟ خالد هلال. خالد هلال شرى من شهر 7 يعني حصان، وعلى ما سمعت ذي المزاد 4 جياد يعني ما شاء الله، وشرى من عند الجاسمي تون بروكي، وشرى انتاج محلي من عنده. يعني اقعد عنده خيل جديده وعنده خيل يعني هالسنه المفروض انه يبرز. يعني الحصان اذا حصان زين يسوي مدرب زين ويسوي جوكي زين. لا مو بشرط، انا ما اتفق وما احب ذي الحكي. يعني احس انه يعني ما يصير تقطون كل اللوم على الحصان. يوم شفنا يعني good horses زين، بس يعني يمسكهم مجرب مو بأوكي وينتهي مستقبلهم. فمو بكل الموضوع على الحصان، ترى مو بالحصان اللي يصنع المجرب، هي عملية تبادلية. أحمد سعيد. أحمد سعيد. Okay. I think he does a good job. I see him working his horses in the morning and how he does things. يوسف طاهر السنة بتكون عنده خيل زينة إن شاء الله. والله أنا أتوقع فوزي وديوان. فوزي. إيه فوزي عنده خيل زينة. طالب علي أتوقع السنة بيكون موجود. فوزي ناس. ما في أصعب من الافتراضات، لكن بتكون واضحة لنا في باقي أسابيع السباقات، ولا زال المجال مفتوح لأي توقعات. تقول بتار ولا نصيب؟
والله في الحالتين انا بستانس يعني. هو بتر المرشح الاول، بس اغلب الخيل جديده، وفي هالشوط ما عرف من بيكون حبنا له من اول نظره. هلا اختار يا بتر يا نصيب. ابغى انا اشوف يمكن بتر. المفروض يكون مرشح فوق العاده. نصيب يمكن هالسباق بتكون له يعني فرصه نتاقلم. ماري بيلو وتوى صغير، بتر يعني 3 سنوات فتكون أكثر يعني مرية نصيبه مرية سباقين. بس رغم اللي هو حصان مرشح اللي هو بتر، بس أنا ما يعني أقول الحصان بيغلب لأنه ما أدري غموض بين الخيل. أنا تابع حصاني لكن ما أدري بالخيل الجديدة اللي جاية، ما ركضت على مضمار البحرين وما أدري شنو اللي بتقدم. دروف أند ريسينج انطلق الشوط الخامس على كاس المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة للجياد المبتدئات لعمر السنتين وما فوق بانطلاق 9 من الجياد بعد انسحاب شي سيد ياس. إذن الصدارة والمركز الأول مع لون كريك على المركز الأول، بينما تخطف الصدارة الآن من قبل المرشح الأول بتار مع الفارس أندرو إليت خطوة بخطوة مع لون كريك على المركز الأول. المركز الثالث هنالك نصيب مع الفارس بادي مثر، بين بينما رابعا هنالك يتواجد ستوري مع الفارس الروزي جيسم. والمركز الخامس هنالك لومينير مع الفارس عبد الله فيصل. والمركز السادس ايضا تتواجد اي مونز اوف ساترون. اذا نعود الى المركز الاول والصداره مع بتار المرشح الاول سلاله اكليميشن على صداره هذا الشوط، وبجانبه ياتينا لون كريك مع الفارس مارشال سيارس. والمركز الثالث هنالك ايضا روان تتواجد مع الفارس احمد مكي. والمركز الرابع نصيب بشعار المحمديه مع بادي ماثر. لا تزال الصدارة والمركز الأول مع الجواد لون كريك مارشال سيارل، بينما محاولات أيضا من قبل بتار مع الفارس أندرو إليد، ومحاولات أيضا من قبل نصيب مع الفارس بادي ماثر. لا تزال الصدارة والمركز الأول مع لون كريك مارشال سيارس على المركز الأول وعلى صدارته هذا الشوط. إذا لون كريك يودع المبتدئات في خامس أشواط الأمسية بكل سهولة وريحية. المركز الثاني مفاجأة شيء طبيعي. ما نبي نصدر احكام من الحين، بس بتار الفورم مالي على الحصان هو كان افضل واحد فيهم كلهم. خلنا نقول انه ما كان جاهز. والله يمكن عدم جهوزيه لان الحصان طلع يعني ستارت وفي البند يعني تعب الحصان يبين عليه. I ride Batar in England. The track really didn't suit him in Newmarket. وإنه كان مرشح أول ولكن أخفق السباق. He will do better. He's been gelded now, not lot long ago, but he will improve. He is an improvement, probably wants further, but he is a nice horse. بس إنه نصيب يكون أفضل منه. I think Batar probably will catch up, and probably you'll see two of these horses if they compete again will be. ولون كريك اتمنى انه ما يكون من الخيل اللي من حصان او فرس يجي ويغلب كاست افتراح تقولين اوه هاي الحين طول الموسم بيسيطر، بس بعدين اذا جهزت الخيل باقي ما تكون له اي كلمه في الاشواط يعني. انا عندي تصريح من الشيخ عيسى بن سلمان. قال إلا جبك روميو ما بيفوز. حتى وإن كان هو المرشح الأول، وأعتقد إذا بنذكر غيره فهم المرشحين وما في غيرهم ألرجيك وجوز. ما بيفوز، ما فيه، هو يقول ما بيفوز، ما قاعد يأدي أشواء يعني ريسات زينين آخر مرة، مو مأدي ريس إنه يفوز. بقايا الخيل لكن مو ذاك. فإذا لدبيك روميو ما بيفوز، من بيفوز عادي هو لازم بيقول ليش كذي. ما بعدين ما فاز بتقولين ليه، بتقولين ليش شلون أنت قلت لي بيفوز بتقربليني، قام يقول ليش كذي. فريق العاديات صرح بهذا الموضوع،
انا بعد اصرح اقول ما حد يقدر يغلب الادباك روميو اليوم. ما بغربل الشيخ عيسى. لا تغربلين انت ولدي. من كذي قال لي كذي. قال لي هلون عشان شو اسمه؟ عشان يفتك مني. اتوقع جوز سبيرت راح ياخذ محمديه. اشوف البعض الاغلب يتفق على جوز سبيرت، شنو الاسباب؟ والله حصان من ساحه العرض ما شاء الله تبارك الرحمن ككونديشن ككونفرميشن مبين الحصان شبه فت يعني اجهز من الخيل الباقي. كل شيء ببين الحين في السباق. جيات جاهزة لروف أند ريسينج انطلق شوطة سادت على كأس المغفور له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة للجيادة المستوردة ثيربريد من مسافة الميل بانطلاقة أليرجيك رياكشن بشعار المحمدية ريسينج. من يتصدر السباق من البداية مع الفارسة روزي جيسب، يلحق به ثانيا جوز سبريد مع أيضا شعار المحمدية بالكف الأبيض مع الفارس برادي ماثر، بينما ثالثا يتواجد هنالك سبرينغ أوفنسيف مع الفارس عبد الله فيصل موالي في المركز الرابع، بينما خامسا يتواجد دايركت مسج ليد باك رومي الفاز بهذا السباق بالعام الماضي يتواجد في المركز السادس، بينما تأخر لي أيضا امبرسيف في هذا السباق. إذا نعود إلى الصدارة وال المركز الأول مع أليرجيك رياكشن الفارس في آخر مشاركاته في نفس هذه المسافة. المركز الثاني جوز سبريت مع الفارس بادي ماثرز، بينما ثالثا يتواجد موالي مع الفارس لي نيومان، بينما رابعا هنالك التقدم يأتينا من ليد باك روميو مع جيرالد موسي وسبرينغ أوفنسيف في المركز الخامس، بينما سادسا دايركت مسج والمركز السابع امبرسيس. هنا الدخول في الخط المستقيم باتجاه خط النهاية، هنا تخطف الصدارة الآن من قبل جوز سبريت مع الفارس بادي ماثر. لا تزال الصدارة هنا الآن مع جوز سبريت. المحمدية ريسينج على صدارة هذا الشوط، محاولات أيضا من قبل موالي وأيضا المرشح الأول ليد باك روميو. إذا جوز سبريت لا زال هو الذي يتصدر السباق، محاولات أيضا من قبل ليد باك روميو مع جيرالد موسي. إذا المرشح الأول ليد باك روميو يخطف الآن الشوط السادس على كأس المغفور له الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة. إذا ليد جعفر ايش قال لي؟ قال لي ليد باك روميو بيفوز، بس يقولون لي كذي لأنه بس يبونش تسكتين. يعني هاي فكرة زينة. مو زينة. فنتمنى يعني إن في المواسم الجاية يعني تجاوز هالمشكلة. قالوا لي انك قايل من الموسم اللي طاف انك بتفوز. هذا وين اخبار عندك؟ انك بتفوز في الافتتاح. ما قلت بفوز، ما قلت، ما حد قال. قلت لهم عندي مفاجأة. هاي المفاجأة اليوم؟ ما ادري عن مفاجآتني شنو، الله يحافظك. بعد انت قلت عندك مفاجأة، ما تعرف مفاجأتك شنو؟ التفتي وراك، التفتي وراك. 11. حطي بالك له، واخر شيء بحكيش بعدين. يقصد ذيبة؟ بس هي لا مرشحة أولى ولا ثانية ولا ثالثة. سبعة عشر مشارك والحديث عن الكل شبه مستحيل، بس ممكن. شواش ود مخضرم، والمخضرم فحل معروف، أتوقع شواش بيكون بيحسم الشوط. أول بارح اللي الأول مرة ما بسأل عنه يوسف طاهر، ولكن عبد الرضا عباس. ليش شريف البارح؟ والله شريناه كان نتائج أحلو يعني. بس هو آخر الموسم كان يعني ينزف. الحصان شفنا أكثر من مرة كان ينزف، فيعني ما استبعد من المنافسة يعني. إذا ما نزف اليوم معناته أنت يعني بذلت مجهود وايد زين وياه. إن شاء الله إذا ما نزف يكون في البليس إن شاء الله. بس أنا إذا بالنسبة حقي أشوف شواش يعني هو الأفضلية بينهم. رئيس ما تدري شو صار. من بتقول لي أول ثاني ثالث؟ والله صراحة أنا صريح لك يعني ما أعرف الخيل بالضبط عدل. ما يصير ما تعرف الخيل، لازم تعرف الخيل عشان تعرف شلون البارع بيمشي في السباق. بس ما كنت موجود هنا يعني بس يعني ما اعرف بالضبط. بنشوف بالضبط ما ان كان راعد شواش ولا غيرهم في السباق.
روف اند ريسينج انطلق الشوط السابع والاخير من سباقنا لهذه الامسيه، اي الامسيه الاولى من موسم 2019-2020 بانطلاق 17 من الجياد اللوكال انتاج محلي بانطلاقه كيتي إلدر، هي التي تتصدر السباق من البدايه مع الفارس روزي جيس، بينما يلحق به ثانيا جياش مع الفارس محمد الصفار، وثالثا يتواجد هنالك البارع مع الفارس احمد مكي. الدره في المركز الرابع الخامس، بينما سادسا جدي، والمركز السابع هنالك دارج مع الفارس عدنان جعفر. لن نعود الى الصداره والمركز الاول مع كيتي إلدر، هي من تتحكم تمام التحكم في كاس افتتاح الموسم. المركز الثاني هنالك جياش مع الفارس محمد الصفار. البارع في المركز الثالث، بينما الدره تاتينا رابعا، والمركز الخامس هنالك تدخل ياتينا من قبل دارج مع الفارس عدنان جعفر. والمركز السادس هنالك تتواجد ديبا مع الفارس بادي مثل. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، ولا تزال الصدارة الآن حتى الآن مع الجواد مع الفارس كيتي إلدر على صدارة هذا الشو، بينما انطلقت أيضا الدرة مع الفارس لينيومان. إذا لا تزال الصدارة مع كيتي إلدر، بينما تخطف الصدارة في هذه الآونة من قبل الدرة مع الفارس لينيومان، ومحاولات أيضا من قبل الجواد راعد فعلا أيها المتابعون الكرام، وأيضا دارج قادم بقوة، لكن الصدارة مع شواش الآن. النوايف ريسنج على صدارة هذا الشو، ومحاولات أيضا من قبل المرشح الأول راعد مع أندرو إليال، خطوة بخطوة على خط النهاية. هنالك دخول ثنائي على خط النهاية، يبدو لأن راعد من خطف صدارة الشوط السابع والأخير من هذه الأمسية. ركضة زينة وفايت ولا أروع. الجوكي لعبوا دور صراحة، هم أفضل خيل كانوا في الشوط اللي هم راعد وشواش، وأنا كانت توقعاتي طبعا شواش، بس راعد وفي النهاية يعني الفرق صار بين الجوكي وأندرو تفوق على جيرالد موس. يعني I can't kill him first time to win. If it's a big race today maybe he win, but first time if I start to press too hard maybe later on we have no more horse. ومثل ما قلت في البداية تونا نقول بسم الله، مناظرنا جدول طويل وسابق ومسبوق، تحليل وفنيات وأخبار في وقتها بتكون على كل لسان. شفت الجدول طرشه من النص صح وباقي النص الثاني. It's a good idea because then you see how the horses progress or not. Otherwise, and then you can put different races in, can't you? So it's a good idea. Well, they can make maybe make the program better in the second. Yeah, yeah. حس يعني هاي فكرة زينة. مو زينة. ليش؟ أنا ما بصير يعني أنتي نحن. عندش حصان تبين تركضينه ما تدرين متى البرنامج شلون زينه بس هم اتوقع انهم سووا كذي علشان يقيسون شنو اللي بيصير في هاي فيها المساله شيء واجد ما بقول قدامك ذا المالك او المدرب راح واشترى خيل وما يدري شنو البرنامج يعني يكون تخمين يعني ما بيكون خيل معينه حق اشواط معينه فنتمنى يعني ان إن في المواسم الجاية يعني تجاوز هالمشكلة. هي أول تجربة أول مرة تصير. إحنا دائما نسوي حق الموسم كله. الحين جزئين. فخلنا نشوف هاي نجرب. وفي آراء تقول هذه أحسن. في رأي يقول لا. في اللي قالوا كذي. بالضبط. خلنا نشوف. If you see now 1000 meters 3 runners 4 runners 1600 meters 15 runner. Yeah. Then if that continue in the second program, you need less race on 1,000 and more race. I think that's a good idea. Yeah, it's a very good idea. Yeah. So the other trainers shouldn't be put off by that. There'll be something for everyone, and if they're not, if there isn't, they just put their hand up, say, please, I need a race for this type of horse. He doesn't get in there, so and they'll do it. Yeah. So it's not a big deal. Yeah. It's not a big deal. That's an answer for that. Yeah. Okay. The handicap has always said, if there's not a race for a particular horse or a particular type of horse, he said, if there's one or two trainers come to me and ask, he said, we'll put a race in. And then you know that you all have other entries. So, yeah. Fair enough. Yeah. Huh? Why? مو بزين عشان انا افهم لا ها ليش مو بزين عشان افهم
احسن برنامج على مستوى الخيل. النهايات المفتوحة أحياناً تكون أفضل، وهذه نهاية يوم الافتتاح. فالنهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخيل. حسن الصفار. حسن الصفار؟ Yes, but it's not my favorite one.